ايه لعيب مهم ايضا ومحتاجينه جدا عندنا مستشفى زي ما حضراتكم دايما بتقولوا، ان شاء الله يطلعوا منها معافين. كوليبالي بيغيب عن تدريبات الكره، وعاشور يؤدي جلسه في الجيم. سليف كوليبالي النهارده اكتفى باداء تدريبات خفيفه في الجيم على هامش مران الفريق، ولم يتواجد في تدريبات الكره. مش عارف ايه السبب بصراحه، مش مكتوب قدامي ايه السبب. ده تدريب اليوم قدام حضراتكم. يعني انا مش عارف سليف كوليبالي كان غايب عن تدريبات ليه، مع انه كان متواجد في قائمه الفريق المباراه السابقه. ماشي، ده طبعا سامي قمصان، طارق سليمان، سيد عبد الحفيظ، محمد يوسف، عادل مصطفى. اكيد فين عادل مصطفى؟ هتلاقيه طالع حالا دلوقتي. خلاص الكل شغال على قدم وساق، الكل عايز يرجع تاني للانتصارات، الكل مفيش وقت، عندنا كل ثلاث ايام مباراه، ضغط مباريات وضغط عصب كمان. انت عايز تكسب اي فرقه بتلعبها، عندنا مباراه مهمه جدا مع طلائع الجيش، فريق برضو احنا قلنا اتفقنا خلاص ان كل المباريات المقبله مباريات كؤوس، عايزين ثلاث نقاط منها باي طريقه. عشان كده احنا قلنا واتفقنا مع ضيوفي الحلقه اللي فاتت، قلنا الموضوع موضوع رجاله في الملعب اكتر من ان هو كلام مدير فني الفتره دي بس. كمان احمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول بينفذوا البرنامج التاهيلي بتاعهم، خلاص دلوقتي بيجروا حول الملعب في اطار برنامجهم للتعافي من الاصابه. الشناوي وعلي معلول اصابه بتمزق في العضله الضمه، كنا اتكلمنا برضو مع حضراتكم قبل كده وانا اتكلمت معاكم قبل كده ان الاصابه بتيجي تمزق، يعني فجاه انا عندي تمزق، والتمزق ده بيبقى صعب جدا، يعني ما فيش شد حتى، ما فيش علامات، هو فجاه تمزق. الشناوي فجأة تمزق، علي معلول فجأة تمزق، فطبعا كان لازم يبقى فيه علامات استفهام كبيرة جدا. اللعيبة دي تتصاب ازاي؟ وانا قلت لكم اهم من تشخيص الإصابة وعلاجها ان انا اشوف سببها ايه. سبب الإصابة مهم جدا. احمد فتحي برضو تمزق في العضلة الأمامية، لعيبة مهمة ولعيبة أعمدة أساسية وأركان أساسية في الفريق، كان لازم الفريق يتأثر بغياب هؤلاء اللاعبون الفترة الماضية. دي لقطات من تدريبات اليوم، سيد ميدو جابر